التركيز على حركة النهضة في دائرة المحاسبات حتى على الأقل نكون منصفين. وبالعودة لتقرير دائرة المحاسبات، أطراف سياسية عدة أتى عليها التقرير، مثلا صفحة 37 تخص تمويل الأحزاب وتحديدا تجاوزات التيار الديمقراطي في خصم الأداء من المورد في 13 فاتورة كمعينات كراء، معينة كراء تصل عقوبتها حسب فصل 92 مجلة الحقوق والإجراءات الجزائية 3 سنوات سجنا وخطايا مالية. الصفحة 84 من التقرير تخص تجاوزات الرئيس قيس سعيد في حملته الانتخابية، تخص استعمال صفحات دعائية واستعمال صفحات من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة والصين والسعودية وإيطاليا، وعدد المشتركين في هذه الصفحات تقريبا 3 ملايين. وحتى حركة الشعب هذا على الأقل حتى نعطي لكل ذي حق حقه. فقط اليوم ما لمسناه وما لمسها المتابع في ندوتكم الصحفية، هناك لغة جديدة تصعيدية تجاه في خطابكم أو في الحديث عن رئيس الجمهورية. هل نلمس أو نفهم من خطابكم هذا أن حركة النهضة ربما دخلت في مواجهة مباشرة مع سيد رئيس الجمهورية؟ لا، حركة النهضة لا ماهيش في صدد مواجهة رئيس الجمهورية ولا مواجهة غيره. حركة النهضة متمسكة بمجموعة من القيم والمبادئ اللي نص عليها حتى الدستور، ترفض أن تستهدف بدون أي سند قانوني، ترفض ازدواجية المعايير التي تنتقي حركة النهضة فتشوه ويسعى إلى ضربها أو ومحاصرتها ومعاقبتها لأنهم لم ينتصروا عليها بالصناديق فيبحثوا بالتالي على أساليب غير قانونية، ترفض أن يقع محاولة توظيف القضاء أو الضغط عليه وإن شاء الله يقعد ديما مستقل، وترفض أن يقع تسييس أو أجهزة أمنية أو أجهزة عسكرية أو إدارية أو أي جهة من جهات الدولة. بالتالي نحن مع غيرنا قاعدين نناضلوا من أجل أنه تعود الشرعية، يعود الدستور وتعود مؤسسات الدولة ويقام العدل وفق القانون، وما عندناش أي خوف ولا قلق ولا أي غضب عندما يتم تطبيق القانون بإنصاف وبمساواة وبعدل علينا وعلى غيرنا وعلى جميع المواطنين. هكا تنجم تنهض الدولة ويكون ولي عندنا ثقة في خياراتها وفي سياساتها، وأن يكون رئيس الدولة الشخص اللي تتوحد فيه الدولة والناس الكل هما مواطنين متساويين قدامه وما عندوش انتماء سياسي. هذاك علاش اشترط حتى قوانيننا أنه من لحظة اللي يتولى شخص رئاسة الدولة يولي يتخلى عن أي مسؤولية حزبية، على خاطر رئيس التوانسة الكل يلزم يجمعهم ويقسمهم، يوحد بيناتهم، يألف بيناتهم، يكرس قيم التعايش وقيم التعاون وقيم التعاطف، وخطابات اللي تخفف التشنج وتجعل الناس تمشي للعمل ويبحث على التسويات ويستمع للناس ويستمع للفعاليات الاجتماعية والسياسية. هذا اللي نحن نطالب به وهذا اللي كنا آملينه، لكن اللي حصل انحراف كبير على هذا الاتجاه، ورئيس الدولة انقلب على الدستور وعلى البرلمان وحاول حتى وما زال يحاول على ما نشوفه في خطاباته التأثير على القضاء، وبالتالي معناها ولينا دولة اللا قانون، خرجنا من الشرعية وتعزلنا دوليا ومنظرنا على أننا دولة وصفة عامة نظام ما هوش مكتسب بالشرعية، وبالتالي يولوا يترددوا ولا حتى يرفضوا لأنهم يبرموا معاه اتفاقات مالية واقتصادية واجتماعية. نعم. وهذه كلها أضرار على التوانسة وعلى الاقتصاد وعلى الاجتماعي والمالي فضلا على السياسة. نعم.